وللبحث أكثر في ملف اغتيالات الناشطين وما ورد في التقارير الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر، مرحبا بكم. لنبدأ من التقارير الأمريكية، حيث تؤكد أن هوية منفذي الاغتيالات معروفة للسلطات لكن لا أحد يغامر بمواجهتهم. برأيكم ما الذي يمنع مواجهة قتلة الثوار؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. المانع الحقيقي لقتلة الثوار لأن الحكومة تدعم القتلة وتدعم هذه الميليشيات، فهي التي زودتها بالسلاح، وهي التي أعطتها رخصة التجول الأمني ومنحتها السيارة التي تستخدم في الاغتيالات، لأن الحكومة نتاج من هذه الميليشيات ونتاج السلاح المنفلت ونتاج القتلة الذين هم عينوا هؤلاء تحت أمرتهم. لذلك الحكومة مشتركة في هذه العملية ولا يمكن لها أن تغامر في أن تذهب باتجاه من أوجدها من الميليشيات للعمل السياسي بكشفها وكشف هؤلاء الأطراف الذين هم معلومين للعراقيين ومعلومين للمتظاهرين ولكل العالم، لأنهم يتبنون اغتيالاتهم ضد الناشطين وضد ثوار تشرين وضد العراقيين عموما بشكل واضح تماما، والكل أصبح يدرك أن إيران هي التي تقرر وتصدر أوامر الاغتيالات، فهي التي تتدخل في العراق طولا وعرضا وتستهدف كل من يرفع صوته وكل من يحاول إنقاذ العراق واسترداده من الهيمنة الإيرانية. لكن أستاذ عبد القادر، لكن الكاظمي وعد بأن تكون الحكومة جادة نوعا ما في ملاحقة قتلة المتظاهرين، كيف يمكن الرد على ذلك؟ الكاظمي نتاج عملية سياسية وأحزاب فاسدة كلها تمتلك هذه الميليشيات. هل جاء الكاظمي بإرادة الشعب حتى يحقق ما طلبه الكاظمي أو ما يصرح فيه الكاظمي؟ هل جاء خلافا لميليشيات الحشد والميليشيات الولائية الإيرانية الذي ينتشر سلاحها داخل المنطقة الخضراء والتي هي تسيطر على القرار الأمني والسياسي والاقتصادي والعسكري؟ هل استطاع الكاظمي أن يأتي خلافا للسفارة الإيرانية ولقاءان والحلف الثوري الإيراني؟ الجواب كلا، إنما جاء بعد أن توافقت عليه هذه الأطراف ورشح من قبل هذه الأطراف، وهذه الأطراف دفعت ممثليها داخل البرلمان للتصويت على الكاظمي. فهل يا ترى الكاظمي ينقلب على هؤلاء الذين هم أوجدوه في هذا المنصب وسابقا كانوا يرضون عليه عندما كان رئيسا للجهاز المخابرات؟ إذن هذا يؤكد على أن الكاظمي كان يصرح تصريحات ليس من خلال إلا من ذر الرماد في العيون والمحاولة على كسب الوقت، وإلا هو يعلم تماما عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات من القاتل وكيف يتم اغتياله ومن هي الأطراف التي تمتلك الحق في الاغتيالات في العراق بصورة واضحة، ولديه دلالات كثيرة تماما وأدلة يمتلكها. بل عندما حقيقة اكتشف أدلة من قتل هاشم الهاشمي الذي هو يعمل في مكتبه ومعه وتعهد أمام الإعلام وأمام عائلته بالكشف عنه، تراجع، لأن ميليشيات حزب الله كانت له بالمرصاد وهو يعلم أنه لا يستطيع مواجهته ولا كشف هؤلاء القتلة بطريقة واضحة. أستاذ عبد القادر، مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها اتهمت ميليشيا حزب الله صراحة وحملتها المسؤولية في قنص المتظاهرين وضرب سفارة واشنطن في بغداد. هل تؤثر هذه الاتهامات في تمدد نفوذ ميليشيا حزب الله على سبيل المثال؟ هذه الاتهامات حقيقة جاءت متأخرة، والشعب العراقي يعلم تماما وهم حقيقة يترجحون بهذه الجرائم، لا سيما أنهم أصبحت لديهم قاعدة متقدمة في عمليات التدريب وانسحاب القتلة وإخفاء الجرائم المنظمة ويخططها، وهي قاعدة جرف الصخر، أصبحت قاعدة عسكرية لهم. هذه الحقيقة لا يوجد هناك رادع إلى الآن يذهب باتجاه تقليص أو استهداف أو عملية اعتقال عناصر حزب الله. لا زالت الأمم المتحدة عبر ممثلها أو ممثل أمينها في بغداد بلاسخار تلتقي بأبي فدك المجرم الذي تلطخت يداه بدماء العراقيين والمرتكب لمجزرة السنك ضد المتظاهرين بطريقة واضحة، وتجتمع معه وهي تعلم ولديها أدلة
بأنه هو الذي يصدر عمليات الاغتيال وهو اليد اليمنى لقاسم الحالي، كما كان المهندس اليد اليمنى لقاسم سليماني، وكان أيضا مقربا من الأطراف الإيرانية للحرس الثوري أو لفيلق القدس الإيراني، لأن هؤلاء حقيقة يعلمون تماما. وهنا معلومة لماذا يستهدفون ثوار تشرين أو الناشطين، لأن الناشطين أصبحوا ينافسون هؤلاء في عملية القيادة في المجتمع، وبالتالي أصبحوا يشكلون خطرا عليهم، وهم لا يريدون لأن يكون هناك قيادات شعبية وقيادات وطنية وقيادات مناطقية من أبناء العراق يقودون العراق ويظهرون وجهه الحقيقي. لذلك بدأوا بعملية اغتيالهم من أجل إزاحتهم عن الوجود، لأن هؤلاء الناشطين أصبحوا يشكلون خطرا على تواجد الميليشيات وعلى الأحزاب السياسية التي تهيمن على القرار والتي تدعي أنها تمثل أبناء الجنوب. وهؤلاء الناشطون يمكن أن يكونوا أداة حقيقية لإزاحة هؤلاء ويظهر الوجه الحقيقي لأبناء هذه المظاهر. أستاذ عبد القادر، عندما تذكر التقارير وقائع عن اعتقال ميليشيا حزب الله ضباطا حكوميين، هؤلاء الضباط قاموا بالقبض على عناصر من ميليشيا حزب الله، لكن هنا ما القوة التي تمتلكها هذه الميليشيات كي تقوم باعتقال هؤلاء الضباط؟ القوة التي تمتلكها بعدم وجود حكومة وأجهزة أمنية حقيقية تردع هؤلاء، لأنه أصل بناء المؤسسة العراقية العسكرية والأمنية كان عاملا خاطئا، واستخدمت فيه عملية ضباط الدمج. يعني عندما يتم عملية الاستعراض داخل الخضراء أو اعتقال ضباط من جهاز الإرهاب وغيره من قبل هذه الميليشيات، لأنهم يعلمون أن لواء الرد السريع على سبيل المثال لن يخرج عليهم، لأن الذي يقوده هو قيادي في ميليشيات بدر وهو أبو تراب وضاب الدمج، ويعلمون تماما أن الجيش الحكومي مخترق وهو القيادة الحقيقية فيه الضباط دمج من هذه الميليشيات. لذلك حقيقة العلة في عملية عدم وجود جهاز أمني حقيقي في العراق أو عسكري، لأن قياداته كلها من ضباط الدمج، وبالتالي هؤلاء الذين ينتمون إلى الجيش أو إلى المؤسسة العسكرية من الضباط لا يمتلكون قرارا والحكومة تحت سطوتهم، لذلك هم يسرحون ويمرحون في عملية الاعتقال وعملية عدم الخوف، لأن لا وجود لرادع ولا الوجود لقوة موجودة في العراق يمكن أن تواجه هؤلاء، وكلها تحمل تحت سطوتهم، وهذا ما حقيقة جعلهم يتمددون ويعملون بعملية انسيابية في تنفيذ جرائمهم. عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.